السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي سيليا بلوغ. فيديو جديد وغادي نتحدث على سر من اسرار اليوتيوب اللي العديد من الناس ما كيعرفوهمش. السر الاول وهو التطبيقات التي تزيد من مشاهدين المشاهدة، وكذلك التطبيق الثاني لزيادة المشتركين لسبسكرايب. فهما تطبيقان اللي العديد من الناس ما كيعرفوهمش، وكذلك هاد التطبيقات كيستعملوهم المواقع اللي كيبيعوا المشاهدات والمشتركين. فالآن يمكنكم انكم تنزلوهم في البورتابل ديالكم او في البورتابل ديالكم مجانا، وتزيدوا في المشتركين ديالكم. كل ما خدمتي في هاد الابليكيشن كل ما انك كتزيد في عدد النقاط وكتزيد في عدد المشاهدين. الان غادي نوريكم كيفاش كيخدم هاد الجوج ديال الابليكيشن، وكذلك غادي نحط لكم في صندوق الوصف اللينكات ديالهم، الروابط ديال هاد التطبيقات. فنصيحة الأولى أنه إذا تلشارجيتي هات جوش تطبيقات فما تستعملش الحساب ديال قناة يوتيوب ديالك، فاستعمل جيميل، استعمل حساب قديم أو اللي ما كتستعملوش، أو لا حساب يعني درتي فقط مش أنك تشاهد الفيديوهات لراسك. كذلك انا الحاجه الزوينه في هاد ابليكيشن انه كتجيك المشاهدات في عديد من الدول. فانا غادي نوريكم استوديو يوتيوب ديالي، وكذلك غنوريكم الطريقه باش كيخدم. فعلى بركه الله، الاول ديال ليفي ديال المشاهدات، فديال ليفي هو هذا، اللي فيه هو هذا. اش كدير؟ انك فقط كتفرج على الفيديوهات، كيطيحوا لك كيحطوا لك الفيديوهات هنايا، فانت كتكليك عليهم كيدوزوا وكتربح لي كوين، يعني هي قلنا كتربح الفلوس او النقط. كيدوز هاد الفيديو كدير فيديو اخر، هما كيحطوا لك فيديو اخر كتكليك عليه كيدوز، كيحطوا لك في الفوق العدد ديال النقاط اللي كتربح. فمثلا هذا الفيديو ما بغيتش نخدمه بحال هكذا، هذا الفيديو مثلا فيه 56 سكوند وكتربح فيه 51 نقطة. إن فوق تكمل هاد 56 سكوند كتربح 51 نقطة، وكتجمع النقاط هنايا. من بعد كتمشي كامباني هنايا، اش كدير؟ كتحط هادو كاملين لي فيديوهات ديالي، حطيتهم باش يشوفوهم الناس الاخرين من اللي جمعت الفلوس. كدير العدد اللي في اللي بغيتي والدقائق اللي بغيتي، وانا غادي نشرح هادشي كامل بالتفصيل. الاول درت فيه فقط 10 لي في، الاخر درت فيه 50 في، والاخر درت فيه 10، والاخر حطيت فيه 50. كل واحد فيه دقيقة لكل شخص، يعني لكل واحد في دقيقة يعني، وزادوا ليا في لي فيز اخرين. فالاخراني في حطيت 50 وهما عطاوني 52. فاش كدير؟ كتحل هنايا، كتحط اللينك ديال الفيديو ديالك في الفوق. فمثلا انا غادي نهز هذا، ندير ليه كوبي، كنرجع لهنايا، فكندير كولي باست، كندير اد، كيخرج لي الفيديو ديالي.
هنا في الاول number of views، يعني عدد المشاهدين اللي بغيتي على حسب النقاط اللي عندك. فحاليا انا عندي 444 نقطة، ميمكنش ان ندير 50 في، فنقدر انا ندير فقط 10. كندير select وكندير العدد الدقائق اللي خاصني اللي خاص يشوفوه. بغيتي دير 60 سكوند، 90 سكوند، 120 اي دقيقتان، 150، 180، هكذا على حسب النقط اللي عندك. كدير عدد السكوندات اللي بغيتي. فمثلا انا ما عنديش بزاف الفلوس، فكندير هكذا، ندير 10 ليفي، 10 الناس، 45 سكوند كيبغيو. التوتال هو 450، وانا عندي غير 440 لانني الفلوس اللي عندي درت بيهم الفيديوهات الاخرين. فمثلا بغيت 100 واحد يتفرج فيا، كندير سيليكت، وبغيتهم يتفرجوا فيا كل واحد 60 دقيقة، 60 ثانية عفوا، دقيقة واحدة، كنحط. فكيقول لي 6000. فتقدر دير اكثر من هذا الشيء على حسب الفيديوهات اللي شاهدتي. هكذا وكدير دون. هذا كيقولوا لك انه الماكسيموم فاش كيجمعوا لي في ديالك هو 72 ساعه. ف الحكم التجربه ديالي في 24 ساعه كيكملوا، يعني كي كل شيء كيشوف. الا درتي 50 او لا 100، كل شيء كيشوف في ظرف 24 ساعه. هما فقط للاحتياط كيديروا لك 72 ساعه، يعني ما تستناش انا ديك الساعه الاولى انه الكل يشوف الفيديو ديالك. هذه الميزه الاولى. كاين واحد اخر، فهادو كاملين درتهم من راسي. كاين فيديو ابليكيشن تاني، ابليكيشن تاني هو هذا ديال لي سبسكرايب. هذا ما درتوش في هذا البورتابل، درت في بورتابل اخر ما خدمش به. فكيفاش كندير؟ انا نحط لكم اللينك في صندوق الوصف. كتليشارجي، كدير اوبن. ف كندير نيكست نيكست نيكست، طريقه بحال تقريبا. كدير سين، كدير الجيميل. ف غادي ندير انا على الجيميل، الجيميلات ديالي. كدير الو، اوكي، وها هو تيليشارجيتو. كيفاش عندي 0 نقطة؟ حيت يلاه تيليشارجيتو باش نوريكم. حتى هو بحال غير تما ليفي، هنا لي سبسكرايب. اش كدير سبسكرايب لذاك الفيديو وكترجعه لهنايا، كتشوف واحد اخر. هكذا كل مرة كتشوف واحد اخر كيدوز 60 ثانية، كدير سبسكرايب وكيعطيوك النقطة، كيعطيوك ديك النقاط في الفوق. فانا عندي 0 نقطة، حتى كتجمع بزاف النقاط في الفوق. وكتمشي لهنايا، كدير هاد بلوس، وكتحط اللينك ديالك بنفس الطريقة. كاين الناس كيديروا لك لي سبسكرايب هنا. فالحاجه الزوينه في هذا لي زابليكيشن ديال لي في وديال لي سبسكرايب، فكتجيوك كيجيوك لي في من عدد من الدول، ماشي فقط من المغرب ولا البلاصه فاش كاين. فبحال دابا استوديو يوتيوب ديالي، فكتشوف عدد كتير من الدول كتجيني منهم المشاهدات. بحال دابا هذا كندا، بلجيكا، برازيل، ويسترن صحراء، قطر، الجزائر، الكويت، مصر، اندونيسيا، الى كاين وحدين اخرين ما داروش الاسماء ديالهم. فالاغلبيه سعودي عربي، فرنسا، اسبانيا، امريكا، موروكو، يعني عدد من الدول كيجيوك منهم المشاهدات. ف
فهاد الحاجة الزوينة هي هادي في هاد الابليكيشن. فنتمنى ان هاد الشيء انهم تستفدوا منه. وكذلك اللي عنده شي سؤال، اللي عنده شي استفسار، فنتمنى انكم تحطوا لي كومونتير ديالكم في التحت وانا غادي نجاوب عليهم. وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم. فالمشكله ديالنا ان كاينين الناس كيعرفوا بعض الاسرار ديال اليوتيوب وما كيبارطاجيهمش مع الناس اخرين، كيخبيهم لرؤوسهم. ولكن الناس اللي كيعرفوا شويه دلونجلي ولا كيدخلوا دابا انا اليوتيوب الامريكي كندخل ليه، فكنلقى بزاف الناس حاطين بزاف المعلومات اللي انا غادي نبارطاجيهم من بعد فيديوهات اخرى، ابليكاسيونات اخرى، معلومات اخرى، باش انكم تزيدوا اليوتيوب ديالكم للقدام. فنتمنى انكم تحطوا لي كومونتير ديالكم اللي عنده استفسار او تساؤل ولا اقتراح ولا اي حاجة باش ندير فيديو جديد. ولا عجبتكم هاد لي فيديوهات اللي كندير حول اسرار ديال اليوتيوب، وكذلك التقنيات ديال الكوبي رايت، و فيديوهات اخرى على كيفاش نحمل فيديوهات ديال اليوتيوب بلا ما نبقى انا ندير انا نصور. تقدر انهم تاخذهم من دولة اخرى او بدون كوبي رايت. فنتمنى ان هذا الاقتراح انه يعجبكم باش ندير فيديوهات اخرى في نفس المنوال. ضلوا لي في روسكم وما تنساوش سبسكرايب جيم و بارتاجيو هاد المعلومة مع أصحابكم، مع الأصدقاء ديالكم اللي عندهم حتى هما اليوتيوب ديال جديد وكيحاولوا أنهم يطلعوا في اليوفي وكذلك في السبسكرايب. إلى موعد آخر إن شاء الله. شكرا.